طيب بص بس اخلص الرفه دي. شفت ليه؟ انا كنت طالع احط لك اكسل وتحاسب. ده بقى سوفت وير يا جماعه بتوع الاي تي عندكم حظكم كويس اكيد اي تي. البرنامج ده قوي زياده على اللازم. ده مش برنامج، ده سوفت وير. في الاول هنا ايه ده؟ تمبلت. اوكي؟ وبعدين في عندنا هنا اكزامبلز. اي تمبلت معناها اكزامبل. البرنامج السوفت وير ده معمول يغطي اي مشروع، سواء كان مشروع صغير قد كده او مشروع كبير قد كده. معايا؟ انت بقى المشروع بتاعك اللي بتعمله ممكن يبقى صغير متوسط، لكن طبعا مش معقول هيبقى مشروع قد كده، يعني مش هتعمل مشروع محور التنميه مثلا، يعني تعمل مشروع ما. فحضرتك كتير بالتمبلتز دي تقدر تساعدك. المهم ان حضرتكم حتى وورد، حتى وورد بتستخدمه غلط. انا مش عارف ابتدي بايه ولا بايه، نبتدي بوورد. نعم ما فيش صلاه بقى فانا فاضلكم. اوكي؟ امبارح كان في مشكله للصلاه، هو عشان تبقى عندي فكره ان انا بعد الصلاه الشارع بقى زحمه قوي، انا بسوق على قدي. فانا بنزل من هنا بجري اروح بيتنا، في كرسي في الشنطه باخده معدي الشارع بصلي في الجامع اللي قدام البيت. والحقيقه المنازل اللي هم الشمال اللي بيخطبوا فيه شمال صغيرين كده زيكم، والحقيقه بيقولوا خطبه لها معنى. اي نعم هي بسيطه جدا يعني، ما هياش مش سوفيستيكيتد يعني، خطبه لها معنى وقصيره مركزه. فلازم اخرج جري عشان الحق الصلاه هناك. طبعا معتمد على فروق التوقيت يعني، ما بين هنا وبين بيتي لما الشارع يبقى فاضي كده خمس ست دقائق. النهارده انا مروح اخد اوبر ساعه الا ربع. نفس المشوار. ما بين نص ساعه ساعه الا ربع. ولو فاضي شارع زي دلوقتي خمس دقائق ست دقائق اكون في البيت. اوكي. لو انا هفتح كده انا ده وورد. عارفين الحته دي بتعمل ايه؟ شايفين الحته دي؟ حد استخدمها قبل كده؟ طيب في واحده ولا حاجه استخدمها. اللي ما استخدمهاش بقى لا تستخدمها، تعمل تمبلت. هنقول انا عندي بروجكت مانجر. للاسف انا مش شايف. اول حاجه فايل، شكرا ليك. او نيو نايت. بص نيو دولت هنا اشكال التمبلت بتاعتي. التمبلت فممكن تختار تمبلت منه الشارع منها واحده فيهم اكاديميك ريبورت. اوكي؟ او انك تعمل تمبلت بمعرفتك كده. هنعمل تمبلت، هنقول ان انا ماده بروجكت مانجمنت. افتح هنا كده في تايتل. شايف تايتل؟ تايتل الاشكال بتاعتك. تمام. الماده التايتل الرئيسي بروجكت مانجمنت. هوريكم حاجه بعدها. دلوقتي عندنا هنحط ثلاث حاجات. هنكتب اكتيفيتي تحتيها بعد ما تقول اكتيفيتي هون او هنخش هنا كده هقول ده هيدنج 1. هنسميه ايه؟ هيدنج 1 اول هنا. تحت اكتيفيتي اند ارو في اثنين سب تايتلز. هنقول عندي ايفنتس هناخد دي هيدنج 2 ده هنا، وبعدين اكتيفيتيز هيدنج. تحت ايفنت هنا في كتابه بقى كده، وتحت اكيد في كتابه كام سطر. الاخر ده بس انتر. اصل انتر هنا ثانية الجزء بتاع البيت عكس اي نقطة.
ماشي يا جميل. كده رتبنا ده كده اكتيفيتي واحد اكتيفيتي اتنين. طبعا الشكل ده مش عاجبني قوي، انا عايز التايتل ده يبقى لونه احمر. هنعلم عليه كده، هنيجي هنا اخليه احمر وهخليه بولد، هاجي هنا على التايتل. فين التايتل؟ راحت التايتل اهي. رايت كليك، عارفين يعني ايه رايت كليك؟ رايت كليك هقول له هنا ايه؟ ابديت. خلاص بقى التايتل اي مره حط التايتل هيبقى احمر، بتغير الفونت تغير اي حاجه رايت كليك ابديت. طيب تعالى ناخد اكتيفيتي اون ذا ارض، ده كان ايه؟ هيدنج 2 صح؟ انا هحط له هيدنج 1 اصلا، هنحط الرقم وهحط تحتيه اندرلاين. خلاص هنيجي هنا هيدنج 2 هيدنج 1 ابديت ماشي. طب هنيجي بعد كده عندي، خد بالكوا اللي هيحصل دلوقتي ده. اول حاجه انا هخلي ده يدخل كده هنا، وبعدين هحط له بولت. ده كام هيدنج ايه ده؟ شوف بقى لما اعمل هيدنج تروح يحصل ايه في اللي تحتها. رايت كليك ابديت. طيب تعالى بقى، انا بعد ما عملت كده هيدنج 2 ده اللون بتاعه مش عاجبني، عايز اخليه اخضر. هيدنج 2 ابديت، حصل ايه في البتاع اكتيفيتي؟ يبقى وانس انك غيرت اي حاجه بتتغير في كل حاجه. يبقى هنا بتعمل نفسك تمبلت في تايتل. طبعا التايتل ده لا، ده عايزه في النص. بعد ما تعمل كده تعمل ايه؟ هنيجي على تايتل كده ابديت، يبقى باستمرار ناقص عندي حاجتين هقولهم. خدتوا بالكم من ديت يا جماعه؟ يبقى عندما تعمل اي تقرير يا اما بتاخد تمبلت جاهزه يا اما بتعمل لنفسك تمبلت، لما بتغير في حته تبدا كل السوفت البتاع دي متظبطه. من فضلك ما تغيرش المسافات الصفحه، خد ستاندرد. هنا في مارجنز فين مارجنز راح؟ عينك اللي الشمال اول واحده خالص، اول واحده شمال مارجنز. والنبي ما تفتنيش، افتح المارجنز خد واحده منهم، دول ستاندرد. يا اما نورمال مارجن يا اما نارو يا اما وايد. المسافات بتاعت الصفحه بتاعت الاي 4 دي ده بده 1.42 اللي هي ايه؟ جاز 2 الورق بتاعت. لو المسافه دي 21 ودي 29، لو خدت دي على دي تطلع كام؟ 1.4. المسافه اللي بتتساب هنا وهنا وهنا ده ستاندرد. يوم جاي عامل ديت الكلام يقل معايا يروح مصر على المارجن مش عارف ايه. حضرتك الكتابه بتتكتب يعني لعبنا شويه في البرنامج ده. لا انا وورد، انا وورد. لا طب بس بعد اخلص بس وورد قبل، اخلص وورد قبل. نعم عملنا اكسبوز زي ما حضرتك عملت المره اللي فاتت، طلعناها على طول على التابلت كويسه وبدانا نملى فيها. ايوه بس طبعا انا عارف، بس انا دلوقتي لو بتكتب جزء وورد مع كل اللي بتكتب جزء وورد ازاي تستخدم وورد؟ يعني تخيل ان الناس اللي بياخد دراسات عليا في الاكاديميه وفي الكليه عندنا وفي سلسكا 90% ما يعرفوش يستخدموا وورد. فانا كل الحكايه بلفت نظرهم ان في حاجه ما يعرفوهاش، ما اقدرش اقول كل التفصيلات الحقيقه. انا بديك زق، الباقي بقى اب تو يو، انت اعمل اللي انت عايزه. بص يا سيدي، في حاجتين عايز اقلبهم. في نقط، لو انا عندي سطر كده انسرت في فوت، في فوت مارك في حته نقط لا ريفيو كده في فوت مارك، فوت مارك ولا شو مارك؟ لا هو لما بنيجي نستخدم ريفيو بيستخدم تراكنج. لما يجي لي واحد تقريبا بستخدم تراكنج، ان انا لما اصلح يبان له التصليح ايه من الاصل ايه. خلاص لك من دول معلش
لا هنسى المصنف بتاع اللي قدامي ده دي الصفحة موجودة هنا. هنيجي لو كده كنترول انتر نطلع على صفحة جديدة. هنيجي لو ريفرنسز سيف ريفرنس ديت اول واحدة ايه اول واحدة هنا ايه تيبل اوف كونتنتس. هنيجي كده تيبل اوف كونتنتس اللي في الاول ده اللي هو فيه ارقام الصفحات اسمه تيبل اوف كونتنتس ما اسموش فهرس. الفهرس ده اسمه اندكس بيتحط فين في الاخر. يبقى في الاول اسمه ايه ما اسموش فهرس. معايا تيبل اوف كونتنتس. هنيجي كده تيبل اوف كونتنتس بالشكل ده عاجبني انت عمل ايه هنا حطه فوق منه على طول وحط الارقام الصفحات بتاعته. يبقى بعد ما نخلص لو انا عندي تيبل كده اقول تيبل اوف كونتنتس رحت تيبل اوف كونتنتس طلع في الحته دي كمان في نقط حاجتين اند نوت ماشي وفوت نوت. ايه الفرق بينهم؟ لو انا جيت هنا اهو كده قلت له انسيرت اند نوت هينسيرت اند نوت فين؟ في اخر التكست. دي تستخدمها ايه لو عندك ريفرنسز يعني ايه الاند نود يبقى ايه ينسرت التكست فين في اخر. فلو انا حاطط ريفرنسز وانسى انا حطيت الريفرنس رقم هنا كتبته في الاخر خالص. طب لو شلت الريفرنس يحصل ايه وتتظبط الارقام كلها على طول. دي اسمها ايه اند نود. وفي فوت نوت. فوت نوت يعني حطها في اخر الصفحه. ثلاث حاجات عايزه تستخدم: واحد ازاي تعمل تمبلت، اثنين انسيرت تيبل اوف كونتنت، ثلاثه انسيرت اند نوت. نعم انا مش الاند نوت. لما بحط اند نوت افترض حاجه يعني ملاحظه، الملاحظه هحطها فين؟ انا حاطط كده انسيرت اند نوت في شايف تحت عمل خط شايفه في خط صغير شايفه هنكتب فيه انا عايزه حاطط عليها واحد بس دي هيبقى في ايه؟ اخر التكست. يعني افترض عندك كاتب 20 صفحه هيتحطها في ايه؟ في اخر صفحه تحت. فانا لو حط ريفرنس هنا وعايز اعمل له ريفرنس في الاخر لما اعملها كده. الحاجه بقى الجميله لما بيجوا في رسائل الماجستير والدكتوراه ما يعملوش كده. لو شال ريفرنس من النص كل الارقام تتلخبط عشان يصححها يكفر سيئاته. هنا لو انا شغال كده اهوت المنتحلين بقى المحترفين زي حالاتي اول حاجه بقى اول حاجه ببص فيها الرسائل بشوف الريفرنس كاتبها ايه. لو لقيت في الريفرنس واحد حاطط رساله وكاتب لي حاطط ريفرنس تكست بوك فاكرين اول حصه قلت لكم؟ ايوه. في فرق ما بين التكست بوك والريفرنس. تكست بوك رساله الدكتوراه فيها تكست بوك تعال اقفل. طب لو لقيت بتاع ده لا ابدا مانيوال مانيوال انسايكلوبيديا. لو لقيت واحده من دول حاطط اسمها سيتنج ان ذا مود انا خلاص حاطط في دماغي ده خيبان. نسيكو دي بقى كنت مقرر لجنه ترقيه الاساتذه. هقول لكم همثل لكم حاجتين كده ممكن اعملهم. يعني ايه سيتنج ان ذا مود؟ تظبط الايقاع. وانا داخل الاساتذه قاعدين بقى الراجل بيترقص قلت لكم الحكايه بتاعت المره اللي فاتت ديت. وانا داخل هقول بس الاتي: يا دكتور محمد فين الابحاث بتاعتنا زمان؟ ما قلتش حاجه خالص. ده احنا زمان كنا بنشتغل من غير لا كمبيوتر كنا بنعمل ابحاث زي الورد. انا جبت سيره الراجل؟ تفتكر الراجل ده هيترقى؟ ما انا خلاص قلت رايي صح ولا غلط؟ او انا برضو انا نفس الشخص ونفس الراجل. ما شاء الله يا اخي انا عايز اعرف العيال دول بيعملوا الكلام ده ازاي. انا قلت حاجه جبت ست المتقدم ده هنا عمل سيتنج ان ذا مود بتاع الاجتماعات انت رئيس شركه وداخل تسيت ان ذا مود تظبط الايقاع بكلمتين ب 10 ب 50 مش مشكله. في حاجه في اللغه اسمها البلاغه تبع حضرتك. البلاغه كيف تعبر عن موقف معقب مطابقه المقال موضوع المقال. مطابقه المقال موضوع المقال ازاي تعبر عن موقع عن عمليه معقده جدا باقل قدر من الكلمات. لو انت في عندي موضوع معقد انت قدرت تعبر عليه ب 10 كلمات وانا 18 يبقى انت احسن كانه هو واخد بالك. المثال بتاعي لما بقول كده طبعا اكيد بيجي لي اعتراضات وكده. تعرف واحد اسمه تشرشل؟ اللي هو كان رئيس وزراء بريطانيا ايام الحرب واخد جائزه نوبل. تفتكروا في ايه؟ في الادب زي ابن جنيه محفوظ. ليه؟
لانه عنده حاجه اسمها باور فريز. حكايه لما بقول لك على اللغه وتعبر لك طبعا هم اللي بيبقوا حافظين قران او متعلمين تعليم ديني بيلغته اقوى بكتير لو درسوه ناس كويسه. اي طالب مرآه استاذه، الاستاذ حلو طلبه حلوين، استاذ لا مؤاخذه طلبه لا مؤاخذه، الطلاب مرآه الاستاذ. ده مش بس الطلاب، ولادك والبيتس، لو عندك كلب او قطه هي مرآتك، هي بتتصرف زيك. ولادك طبعا بالتاكيد. انا عندي ثلاث اولاد، اثنين كبار اساس جامعه والثالث بياخد دكتوراه. لم يحدث انه خطر ببالي ان في بني ادم طبيعي يضرب عيل، ما خطرش ببالي. وبعتقد ان ضرب طفل او ضرب حيوان دي جنايه يجب ان نحاكم عليها جنائيا. طب ازاي العيال كانوا طالعين كويسين؟ طب انا بخش رزع على الكمبيوتر 15 ساعه، العيال في نفس البيت هيحصل ايه؟ خلاص خلص 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 الموضوع. العقاب اللي كنت بعمله للاولاد عندي هو بسيط جدا، لا لا كده ما ينفعش، دي كده قمه الغضب يعني، لا 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 كده ما ينفعش، خلاص خلص. فانت عايز تخلي ولادك كويسين؟ انت عندكم غالبا اغلبكم عندكم ولاد صغيرين، من فضلك ما فيش طريقه تربيته غير القدوه، ما فيش قدوه، طلعوا زفت، يبقى انت معناها انك ايه؟ لا مؤاخذه. ايوه ايوه الرول موديل. صعب الكلام اللي بقوله؟ ده الاساس يعني. كانه هو. بس هو دكتور ظروفنا ان احنا دايما طول الوقت يعني في الشغل. لكن في وقت في البيت. وفي ماما في البيت. ماما في البيت. في ماما. مش عارف يربيه، مش عارف اوريه هو ولا واحد. يا عم. ممكن مثلا تبقى مثلا 15 في اثنين للاسف مش عارف يربوا اولادهم، لكن 13 الثاني هيربوا. خلاص بقى امرك الله هنعمل ايه؟ طيب دلوقتي احنا عملنا ايه؟ تابلت، وعملنا ايه كمان؟ فوت نوت، وعملنا ايه كمان؟ اند نوت. وانا معتمد في اثنين بتوع اي تي، هم اكيد هيفهموا الكلام ده بسرعه، هم يعني واضح ان هم ما شاء الله مستواهم كويس، ممكن يساعدوا الاخوان. طلبت منهم الحقيقه انهم يساعدوا الاخرين. الراجل طيب ده يعني والله سيماه على لا راجل راجل انا بحب النوع ده من الناس اللي هو هادي ومحترم ووشه بيضحك. يا دكتور بصراحه احس طبعا يساعد في التليفون وفي المحاضره. ما هو كنت بقول له في الدين في حاجه اسمها عقيده وفي حاجه اسمها معاملات. العقيده لا دخل فيها، يعني هو ايه الله؟ ده عقيده بقى ما لناش عبي خالص، ده مش بنناقش. حلو، في بقى حاجه في الدين اسمها المعاملات. المعاملات دي تخصني وتخصك، لا انا ليا دخل نص المعاملات. في العقيده لا 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 بره خالص. في كل حاجات العقيده دي بيسموه بتوع الازهرجيه يسموه علم الكلام، بس هم كانوا زعلانين قوي باسم الكلام فغيروه قالوا العقيده، لان الناس بتسيء فهم كلمه الكلام. يعني بيقولوا يعني علم الدردشه علم الكلام الفارغ، لا 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 هو يعني هو علم الكلام اقبلت. ففي الجزء بتاع المعاملات ده مهم جدا. فرابعا الحقيقه المثال الطيب ده جميل جدا الحقيقه. انا قلت له صبح وما دخل على طول بيضحك، وشه كده باسم هادي وربنا يجعلها في ذات الحسنات. نيجي بقى الحاجه اللي فضله، لما يجي لي بقى بيبر انا استاذ متطالب بتبعت لي ورق وهصححه، لما هصححه انا مش مندوب العنايه الالهيه، ومش انا اللي ما فيش قبله قبل ولا بعده بعد. لما صحح الورق انا عامل بشري ولا مش عامل بشري؟ بني ادم. اي بني ادم في الدنيا بيعمل صح وغلط. لو واحد كان بيعمل كله صح ده ما كانوا مش هنا خالص، ده ما كانوا فوق. لا ما ينفعش. طيب انا دلوقتي كاتب لي بيبر وانا ليا تصحيحات، ممكن تقبلها ممكن ترفضها. نعملها ازاي دي بقى؟ هنا اهو كراك تشينجز، فضلك خلي بالك كراك تشينجز ريفيو ريفيو شايفين ريفيو كراك تشينجز فين كراك تشينجز؟ ايوه شمال كمان كمان شمال ايوه ماشي. نعمل كده كراك تشينجز. وانس انا عملت كراك تشينجز هنا كده انا هصحح دي حاجته دي اكس 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 دي واحط مكانها واي 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 يعني مش شغال اسم لا ما دوستش لسه دوس عليها من فوق ايوه هنا بس ما انا مش شايف اول كده هنكتب مكانها
واي 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 عملت ايه؟ شطها بعد اكس 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 وحط ايه؟ واي واي جات لك البيبر. تقوم تعمل ايه؟ هنا بقى عندك حاجه ثانيه هتعملها عندك، هتجيب تراك تشينج برضه. هنا ايه؟ ريفيو اكسبت وريجكت. اذا قبلت التعديل بتاعي تاكسبته، طب رفضته؟ لو عملت اكسبت هيعمل ايه؟ هيشيل ال بتاعك ويحط بتاعي. لو قلت له ريجكت هيرفض. يبقى انا لو جاي لي بيبر براجعها بروح جاي اعملها بتراك تشينجز وبعتها لك. قلت اه بص هو عدل دي، لا هو تعديل هو ما فهمهاش قوي، لا انا هرفض التعديل ده. يبقى دي واحده ايه؟ تراك تشينجز. او انا هقبل التعديل ده. فاهمين يا فاهمين يا جماعه؟ اثنين على فكره وورد بتحفظ الـ يعني ممكن تحطها تحفظ كل الفيرجنز. يعني اي فيرجن موجود تحفظه لو حبيت. في حاجه ثانيه اهو كومنت. لو انت عايز تحط له كومنت احط له بص كومنت كده برضه نفس الحكايه. الكومنت ده بعد ما يقراها يشيلها يسيبها. اكتب له كومنت في كذا كذا كذا. انا قلت خمس حاجات فيري بيزكس. اول واحده ايه؟ انك انت تعمل تمبلت او تستخدم تمبلت. الثانيه ممكن تستخدم اند نود او تستخدم كذا. ثلاثه انك انت نعم تمبلت كونتينر تعمل تمبلت كونتينر. واخر حاجه ازاي تعمل تراك تشينج. احنا كده اتكلمنا على وورد. ماشي نشك ده خلاص. عارف لما تيجي تقدم لي تقرير اي نو انك انت بتعمل مشروع انك قوي ما انتش محترف. فانا لما اجي اقيم التقرير بتاعك المشروع اللي انت بتقدمه ما بقيموش بطريقه المحترفين. باختصار المناكب الهاوي بيلعب ثلاث جولات. المحترف بيلعب 15. واضح يا جماعه؟ ماشي. لو نزلت ملاكم هاوي قصاد محترف تاكد انه في اول خمس ثواني هيجوا على الارض. فلو انا المشروع هقيمه احترافي في خمس ثواني هيجوا على الارض. واضحه؟ يبقى انا لما بناقشك في المشروع مش عشان خاطر احط من قدرك. لا عشان خاطر انقل لك بيانات او انقل لك حاجه جديده. طبعا اي هاوي لما يتمرن يبقى هيبقى محترف مش كده؟ من غير ما يتمرن مش هيبقى محترف. والهواء والغيث اوله قطره. ما تقدر تجري من غير ما تحمي. فخدوا بالكم وانا بقيم مشروعاتكم ايه اللي بقيم عليه بقى؟ ازاي بقيم بني ادم؟ على الجهد مش على النتيجه. هو لان لو واحد يبذل جهد وما وفقش هو خلاص بتعود يبذل جهد هيوفق المره الجايه. اللي بقى مفبرك لي شويه كلام زي ما كنت اقول معلش فكر الاسم باشمهندس المحلاوي بقول له يجي ده ماده زي بتاعتكم دي ماده دي نفسها في صيدله صعب يحضرها. مشروع كام دي؟ هعمل صيدليه. واضح طبعا هو مش في نص الكمفر زون. صيدليه هتعمل ايه يعني؟ يعني تاجر دكان وتجيب بتاع مطابخ يعمل لك شويه صفوف وده مشروع بقى. يعني انا كل الكلام اللي قلته ده اختصر في ان احنا ناجر بتاع مطبخ يعمل اربع ضريب. مش معقول يا ابني. ما لسه في مخ. طب انا اعطيتك ورك بريك داون ستراكشر، اما تشتغل تعمل ايه؟ تبص على كل المشروعات اللي موجوده. انا قلت احفظهم. انا هاخد المشروع لا تاخده او حتى ما خدتهوش. لكن اهم حاجه مش انك تاخده، اهم حاجه انك تشوف بيفكروا ازاي. تشوف الشكل ايه؟ طب هو ده الشكل. انا ابقى زيه احسن مش كده ولا ايه؟ فاهمين يا جماعه؟ طب نرجع للسؤال في السوفت وير ده كمان. على فكره طلابي اللي هو انتم هتبقوا منهم ان شاء الله لما تروحوا تشتغلوا في حته اللي موجود يقولوا الله هو ده لسه حد علواني؟ لان الطلاب مرآة مين يا باشا؟ الدكتور الاستاذ عدل الطلاب عدلين استاذ خازوق طلاب زيه. قلت لكم امبارح مفيش طلاب وحشه في اساتذه وحشه. الاستاذ يبقى وحش ازاي؟ شغال لي على الصرانصير ما اصل انا في الجانب بتاع اللي بفرق في الجانب الثاني لا تتخيل عنفه لا تتخيل عنفه يعني يعني انا اللي اتكرش استاذ من نص مدرج قدام الطلبه قلت له اطلع بره. قال لي انت اطلع بره ايه؟ انا رئيس القسم ده اطلع بره ما تجيش تاني. بدرجه استاذ ما انت بتقول كلام فارغ. اسف نروح بقى نستحي. هفضح اللي جابتك. لم يتجرأ يشتكي اشتكي اصحابي. لا انا عايز اشتكي رسمي بقى. عشان نروح مجلس تقديم رسمي. نعرفه بقى هو حبيب هو مين ولا مين.
قاعد يشتكي لاصحابه كل واحد يقول انت زعلت فلان ليه؟ قلت له ما زعلتوش كرشته. انطردته. ما هو خد بالك حبيبي لو دلحت القرد ما تزعلش لما يتنطط عليك. ماشي؟ ولو حطيت حد فوق قدره تأكد هيحطك تحت قدرك. أنا ما بقولش تبقى ليه أدب، لسه مؤدب جدا، خشوع قوي. لو حطيت حد فوق قدره هيحطك تحت قدرك. واضح؟ والنبي يعملوها في شغلكم. مؤدب جدا، بس لما نيجي نتعامل مع حد ما تجيش داعي مولاي وروحي بيده قد ضيعها، سلمت يده. لا تروح لرئيسك كده تقول له مولاي وروحي بيده قد ضيعها، خد بالك قد تفيد التبعيد، يعني مش ضيعها النهارده، ضيعها من زمان، سلمت يده. ما قلت كده ما تزعلش وحطك تحت قدرك. سيادتك يا فندم راي سعادتك على راسي وفوق، بس انا قصدي كذا. بتاع الهدوء بتاع الادب. من فضلك اوعى تخش في جدل. نقاش ماشي، جدل لا. ايه بقى جدل؟ انا بكلم سيادتك كل دوري. اي حاجه تقولها انا عايز اطلعك غلطان، وانت كمان. ده جدل. ده مش هيجيب نتيجه خالص، اقفله. النقاش ازاي؟ انا اقول معلومه تقوم انت تضيف عليها وانا اضيف عليها وبعد كده يضيف عليها، ده اسمه نقاش. ده مفيد جدا لكل الاطراف. معايا؟ نشوف السوفت وير. لا قبل ما اشوف السوفت وير ده عايز اوريكم بس حاجه في المحاضره كده. هنكمل بال بلان صح؟ هنكمل كل حاجه. احنا معلش لما يوصل انا لازم اخطط بقى اخطط حسب معايا. نعم ايوه انا عايز ابدا الرسم. ايوه قر يا بيه لما وصلنا البيت معناه ان كل السلايدز اللي فاتت خدناها. لا بس احنا وصلنا ل 153. لا السلايدز فيها شرح، انا ببقى قلته شرحا. احنا انت بتتكلم يعني عشان امتحان ولا عشان تفهم؟ لا عشان نفهم. لا عشان تفهم بما قلتها. طب الورك بيس اللي احنا بنعمله؟ نعم دبليو بي اس. احنا الكتاب؟ لا دبليو بي اس ورك بريك داون. ورك بريك داون تقسيم الاكتيفيتيز. احنا خلاص كده خلصنا؟ الصبر بالله ما احنا هنناقش لسه المشروعات. يعني نبدا نشتغل عليه. سخني عليا ليه كده؟ هو برده كان سخن عليا امبارح وبعدين يجي في اخر الحصه قال لي اه هو كده كويس. الصبر بالله انا بحضر الحصه ومحضر في دماغي لها هدف محدد وحلها شويه حاجات وجاي ارسل عليها. بص دي بس ثق فيا ثق فيا هرد على كل الاسئله اللي بتقولها. الورقه ديت شوف السلايد رقم كام؟ 180. السلايد دي سيادتك تطبعها ضيع الحقيقه طبعا الاوراق اللي قلت عليها اطبعها وجابها متجلده وفيري بيرفكت ومهم مفيدين جدا. شوف السلايد دي تطبعها كده وتعليها في مكتبه كبيره قوي. ديت ملخص الموضوع. بيبر بريتا دراكر تقراها. ما قريتهاش طب انا اعمل ايه؟ لا هاجي لك في ملح غلط. انت لما بتيجي تقراها حضرتك لما بتقرا حاجه زي كده بتثبت معلوماتك. عندك سؤال اسالني. امبارح والنهارده ضيا جه امبارح بدري قوي لقاني قبليه او معاه. والنهارده الاستاذ محلاوي جه بدري كنت موجود ولا لا؟ انا باجي قبل الحصه يعني مينيمم نص ساعه. تعال اسال زي ما انت عايز. بعد الحصه المشكله اخر الحصه تعبت. انا ما بطلعش من الحصه الا لما كنت تعبت. وخدوا بالكم ان انا مش في سنكم. انا بس احنا اكتر منكم بس انا مش في سنكم حاجه. في اخر الحصه خلاص مش قادر اتكلم. ومفيش مزاج كمان. فحضرتك بدري ممكن. عايز تسالني؟ مش عارف تليفوني؟ اه كلكم معاكم تليفوني؟ يعني اه كلموني. اي مكالمه برد عليه. ايه المشكله؟ بيسال سؤال برد عليه خلاص. بص دي اللوحه اللي تطبعها كده ديت ملخص الموضوع. اول اثنين عندك دولت اللي هم في المشروع اللي هتقدمه. الثلاثه اللي بعد كده في التنفيذ. اول مرحله عندنا اسمها انيشيشن فيز. اللي تحت العمود ده اللي هنوصل له. اللي فوق اللي محتاجينه. اول حاجه انيشيشن فيز هيعمل ايه؟ ستيت ذا بروجرس. انت عندك مشروع. ايه البروجرس؟ قال لي الصبحيه ان هو هيعمل حاجه اي تي. استاذ محلاوي في المستشفيات اي تي مش كان في شركات بترول. لا وات از ذا بروبلم؟ يعني ايه اي تي في المستشفيات؟ بعيد بقى استاذ محلاوي اقول ايه؟ انا عايز اعمل اي تي يعمل نظام عبور يعمل نظام حوافز يعمل جدوله بتاعت النيرسز جدوله الدكاتره حجز غرف العمليات. انت هتعمل ايه يعني؟ واخد بالك؟ هعمل ده كله هعمل اكتر هعمل اقل.
مثلا كنت انا في مستشفى السلامه اللي كان فيها استاذنا الدكتور بتعمل هناك الشغل في السلامه. لا ده السلامه اللي هو بتاع القديم ده، انا زعلي اخ زعلي دربت حاجه بتاعه 12 واحد على كوارتش كنترول. اغلى حاجه تجي لك التعريف بي ام بي ده واحد، لو دخلت على اي اس كيو امريكان سوسايتي في الكوارتي في تراخيص كتيره جدا، اغلى واحده فيهم تجيب لك وظايف الصيادله، انا درست كتير صيادله اللي هي كوارتش كنترول اوف فارماسيوتيكالز، كوارتش كنترول اوف فود، لو عندك ترخيص دولت احسن بي ام بي 50 مره. فدربت بتاع 15 واحد 12 واحد على الكوالتي كنترول. يعني ايه بقى الكوالتي كنترول الصيدله في المستشفى؟ ان الدواء يوصل للعيان الصح في الوقت الصح بالكميه الصح. في بعض الامراض العيان مثلا بياخد 14 دواء، في قبل الاكل، في بعد الاكل، في الصبح، في بالليل، في الظهر، في كل اربع ساعات. فازاي الدواء يوصل بالكميه الصح للعيان الصح في الوقت الصح؟ بعد سنة رحت أزور حد كان في المستشفى، فبعد سنة سنة ونص أنا كنت فاكر، فقلت بقى أنا رايح بقى ألاقي تلامذتي، فأنا رايح بقى منفوخ خالص هلاقي بقى العيال اللي درست لهم إن هم في المستشفى، واحد اللي فاضل واحدة كلهم مشوا. راحوا فين؟ السعودية. وأنزلك اتعلمت بقيت عندك عدة، العدة في دماغك ما أقدرش أخدها منك. لما تتعلم العده جوه دماغك الشهاده اقطعها، لكن العده اللي في دماغك هاخدها ازاي دي بقى؟ ستيب ده بروبلم. انا دلوقتي هتيجي الاستاذ المحلاوي زي ما هتبص معاك كلكم يجي يقول لي انا عامل اي تي في المستشفى. لا يا عمي هتعمل ايه فيها؟ طب يشتغل في بترول في شركات خدمه يعني اللي هي سيرفيسز زي شلامبرجي هالي بيرتون واخد بالك وغيرها. ف لا انت هتعمل ايه سوفت وير ايه؟ يعني ايه اللي هتعمله بالظبط؟ سيت ذا بروبلم، هعمل ده ده ده، اهم امتى هتعمل ده ومش هعمل ده. احنا قلنا ايه؟ شارتد. ديليفربلز. لا سكوب اوف سكريبشن. وصف المشروع. بعد كده سكوب اوف ورك وراه ايه؟ في السكوب اوف ورك هعمل كذا ومش هعمل كذا. وبعدين بعدها في ايه؟ بعدها في ايه؟ ديليفرابلز. خلاص من هنا بقى هيبقى جاي داخل على الورك بريك داون ستراكشر. ده تقسيم اختياري بنقسم ده لقطاعات مهمه. اول حاجه لو تقول ايه السيت بروبلم هيقول باشمهندس يقول لي هعمل هبني مدينه سياحيه. يعني ايه هتبني مدينه تطلع ايه يعني؟ لازم تقول لي ان انا عندي حته ارض موجوده في الفيوم 12 فدان هبني عليها 24 فيلا و16 شاليه حاجه زي كده يعني. فيها 2 كيلو طرق، فيها حمام سباحه، فيها برج مراقبه، فيها اي حاجه، بس يبقى في كلام منطقي، لكن قبل مدينه سياحيه ما ينفعش. اوكي. دكتور معلش هو في الحته بتاعت الديسكربشن دي اعمل باراجراف انا بشرح. لا مش باراجراف، هتعمل 6 صفحات. اقسمهم فيجن واوبجيكتيفز. صح؟ عايزك مش تعمل باراجراف، انا برد. مش تعمل باراجراف، هتعمل 6 صفحات. مشروع اللي يتكتب باراجراف ده يبقى مش محتاج الماده دي خالص. المشروع اللي يكون الديسكربشن بتاعه باراجراف من الماده دي ما تلموش، مش خاص مش ادرس عليه. المشروع اللي بتكلم عليه عشان تبقى الماده دي لها فايده يبقى مشروع. مشروع يعني. يجي واحد يقول لي هنعمل كان في كتير قوي انا بستخدم الطلبه قلت لكم هستخدمكم عشان خاطر واحد هتعمل ايه يا عم محطه كهرباء. مرتضى منصور بيطلع قدامي على طول. انت بتهزر يا ابني؟ محطه كهرباء اولا بخاريه ولا جاز تيربن ولا ستيم تيربن؟ جاز ولا ستيم؟ جاز ولا ستيم. قد ايه الباور بتاعتها؟ طب المحطه دي فين؟ هتخدم ايه؟ لا لسه اجهزه الجير اللي عندك هترفع الفولت قد ايه؟ طب لو واحد عمره شاف محطه كهرباء مثال مثلا عارفين الحله بريشر كوكر بتاعت مراتك في البيت؟ عارف الضغط اللي جوه يوم ما يتمعظم يبقى كام؟ تحت 2 جول عاده 1.5. عارفين محطه ابو قير البيضه 400 جول. فاتصور بقى الراجل هيتكلم على محطه ابو قير زي ما يكون بيتكلم على حله بريستو. انت بتخرف؟ طب ما عندكش المعلومات دي هتجيبها منين؟ نو بين نو جين. على فكره كلكم هتاخدوا قدرات. اوكي؟ عشان ايه تشيلوا من دماغ سعادتكم حكايه انا لا جاي انجح حد ولا جاي اسقط حد. انا جاي اعلم الناس. لو علمتهم ابقى نجحت.
ما تعلموش خلاص بقى فاشل. عاملها ايه؟ فشلت كتير، نجحت كتير برضه، لكن فشلت برضه. وذو العقل يشقى في النعيم بعقله، واخو الجهاله في الشقاوه ينعم. وذو العقل يشقى في النعيم بعقله، واخو الجهاله في الشقاوه ينعم. المتربي الراجل العاقل بيتعذب بعقله، الجاهل ده مزقطط. وبالك جامد. واخو الجهاله في الشقاوه ينعم، مبسوط خالص اخر لقطه. فطبعا احنا بنحاول طبعا انا وانا هرجع يمكن ده شغل يعني الجزء الاولاني ده كله اللي هو باك جراوند انفورميشن، ده رول ديسكريبشن. قبل ما تعمل باك جراوند معايا يا جماعه، قبل ما تعمل ديسكريبشن قبلها في ايت الثاني بتحطه مهم قوي، باك جراوند انفورميشن او اوفر فيو. باك جراوند انفورميشن لو هتكلم على محطات كهرباء لازم تحط باك جراوند انفورميشن. انا عامل محطه كهرباء، نفترض بتكلم على مصر، ممكن تقوم تعمل محطه كهرباء في شركه، في شركات فيها محطه كهرباء. هو لو انا عندي بتكلم على مهندسين كهرباء ميكانيكا ميكانيكا تعاملوا بقى مع بعض. لو انا بتكلم على محطه كهرباء جوه شركه، بس بالشركه 3 ميجا 5 ميجا بالك. لو بتكلم على محطه كهرباء لمدينه زي اسكندريه، لا مدينه صغيره مثلا نقول حاجه صغيره، يعني بنتكلم على ايه نص جيجا 500 ميجا. لو اتكلم على اسكندريه بتكلم على 10 جيجا. تنزانيا مصر راح تعمل سد بتاع سد تنزانيا، الانستولد باور بتاعتها دي 1.5 جيجا. اقل محطه ابو قير الدوله مصر عندها قد ايه؟ دي بقى المعلومات دي. مصر عندها كان عندها ايام الثوره 31 جيجا، اللي كان شغال منهم في حدود 23 جيجا، كانوا بيقطعوا الطياره عند 21 جيجا. حاليا مصر عندها 55 جيجا وعندها اكسس باور. في خط ربط ما بيجي واحد هيعمل محطه، انا بقول ده مثال يعني خط ربط الكهرباء، في خط ربط مع السودان اللي عامل بيشيل السودان عارف بيحلوا الشاي بايه؟ بتمر. عشان عارف 8 كيلو سكر كام؟ 8 استرليني يعني 160 جنيه. من كان منكم في نعمه فليصمها. فالمهم بيحاولوا ده اذا فاكت يعني مش انا كان معايا سفير السودان اول امبارح، ماساه يعني. المهم مصر عامله خط ربط كهرباء مع السودان، وده مش مهم قوي. عامله خط ربط تاني في واحد شغال من زمان قوي اللي هو مع الاردن، ده شغال من سنين. في خط السعوديه اكروس البحر الاحمر. المفروض تعمل تربط بالعرض، تربط بالعرض عشان هو ده السبب وده السبب. السودان الحقيقه البريطانيين لما جم مصر زي فصل قناه السويس، على فكره عمر ما كانت السودان مع مصر تحت الاداره، بس كانت تحت الاداره المصريه، بس الملك فاروق كان راجل وطني الحقيقه فكتب ملك مصر والسودان ماشي، بس هي تحت الاداره المصريه عشان ما يخلوش مصر والسودان يتحدوا. يعملوا ايه؟ منتهى الخطوره. الجيش عرض السكه الحديد بتاعت السودان اصغر بتاعت مصر، فالقاطع ما يعرفش يفوت معايا عشان ما يربطوش. لما يجي السيسي يقول عايز اعمل خط من لحد جنوب افريقيا، طبعا هو صعب يحقق ده كله يعني، ممكن عندك فيجن لكن مش هتحقق. اهم حاجه عندنا ايه؟ يوصل السودان بس، يعني يتوصل على سكه حديد السودان. السودان عندها ارض وعندها وعندها وعندها، واحنا بغبائنا اجهزه مخابرات مش هزار زي ما انت فاكر يعني، مش حطانا في المخفض طبعا، وحاطه السودان طبعا وغيرها. الصوره اللي عندي قليله، لكن في بعض الناس الصوره اللي عندهم كبيره، انا ما عنديش صوره كامله. نيجي لو بقى باك جراوند انفورميشن، نرجع لمحطه الكهرباء، هقول ان الدوله المصريه فيها كذا، فيها قد ايه كده جيجا بطاط، بتعمل كذا، مشروعاتها فيها كذا، كان فيها الوضع كذا، ده اسم كل ده ملوش دعوه خالص، ده اسمه ايه؟ باك جراوند. انا بقى هعمل محطه كهرباء في بني سويف، يبقى في خريطه بني سويف، فاهم فين المحطه؟ هتربط مع الخطوط ازاي؟ ده وصف الديسكريبشن. المحطه دي هتوصل على الكهرباء ازاي؟
هو طبعا دلوقتي كل بتوع ميكانيكا وغيرهم عارفين ان الكهرباء بالذات ان خطوط الربط كانت السد العالي ما نقدرش نرفع ل 500000 كيفي ستيبل 500 كيفي كانوا زمان ايام السد العالي كانوا بيرفعوا على 35 بالكثير قوي 66 وعشان كده كهرباء السد العالي كانوا بيستخدموها في نجع حمادي وفي الكيمه فهنربط فيه هتوصل في البيت طب دي حاجه ده كل ده اسمه بروجكت ديسكريبشن ده مش عامل تعمله يجي انت اسكوب ورك بتاعك ايه انا بتاع السكادا انا مش عامل اي حاجه غير السكادا اللي هي كنترول سيستم يعني انا هركب السويتش بورس لوحات التوزيع يبقى في شرح ايه نوع ايه شكلها يبقى انا كده دلوقتي عملت ايه سكوب ورك لكن بقى هيجي شويه يقول لي انا هركب بروتكشن سيستم على محطه الكهرباء يا عم بتتكلم عن محطه 2 جيجا كتبت 3 اشطر ده البرودكشن سيستم بتاع اربع خطوط مش هقول لك اكتب اربع خطوط بس 10 6 7 صفحات واخد بالك يا كده البرودكشن انا كل شغلتي مش عامل المحطه انا بعمل ايه انا مش عامل ده كله انا بعمل المبنى المبنى بتاع المحطه اللي هو راكب البويلر وات شايفر يبقى ده طب انا بقى شغلتي تشمل ايه تشمل كذا وكذا وكذا ما يشملش ايه كذا وكذا وكذا عمليه بتاخد ساعتين عمليه تاخد وقت طويل ما ينفعش ثلاثة مع بعض عشان ايه ما حدش يقول لي ثلاثة اوكي واحد ماشي احسن حاجة اثنين لما يجوا اثنين يشتغلوا مع بعض يكونوا تخصصين مختلفين لان لو اثنين نفس التخصص طبعا هيعملوا ايه هاي دلوقتي هيروح جاي لك بقى واحد يسيب الموضوع كله يقول لك اصل احنا الثلاث شغالين في شركة واحدة نعمل ايه بيزهقني او اشتغل ما انتش عايز تتعلم هعمل لك انا حد هعمل غصب عنك نشتغل ب 30 مع بعض ما يشتغل ده التقليد ده كل حصة يعني اصل احنا ثلاث شغالين في شركه واحده اصل احنا ساكنين مع بعض يا اما بكلمك كلام عن بتاع ناس عمليين تاني مره اقول هو الحقيقه اثنين افضل بس احنا الثلاث قوي كام عايزينهم كمان اربعه تسعه قوي انا كنت علمت انا مالي ما هو هتعمل كده مش هتتعلم طب قولوا لي بذمتكم ثلاثه هيتقابلوا مصريين ايه احتمال كم مره صحابك جم في الميعاد قالوا لك عليه قولوا لي الكلام ده قولوا ما انتوا ده الثلاث دول عشان يتقابلوا انا احنا كده يوم السبت كويس هو هيروح لك لا السبت انا مشغول طب نقول لحد انا مشغول قبل تاني هو مشغول الساعه 7 لا خليها 9 بالليل خليها 9 بالليل ده انا عندي مش عارف رايح فين عمره ما هيتقابلوا ده اثنين صعب ثلاثه عمره هيتقابلوا ولازم يكون الاثنين مش تخصص واحد يبقى تاني حاجه عندنا ايه ديليفرابلز بعد كده بقى تيرا ايه ورا الديليفرابلز هيبقى ايه ورك بريك داون ستراكشر ده اللي ساعتك تسال عليه ايوه ادام عرفت الديليفرابلز لما نيجي نكتب ورك بريك داون ستراكشر فيرست درافت وانا بشتغل اللي انا كنت بعمله اللي انا بعمله بحط لوحه كده اقطع ورق زي ما اقول لكم بالظبط واحطهم كل شنك كبيره يعني خدت بالك ان ممكن المربع الاكتيفيتي الواحده تبقى شبكه ابتدي بالحاجات الكبيره احطهم على ترابيزه السفره كده وبعدين ابدلهم اشوف مين قبل مين مين بعد مين مين مع مين الزق يبقى عندي نتورك وجميله جدا تصورها بعد كده بقى الحكايه سهله لان لو عايز اصلح افك المربع ده واحطه في حته ثانيه واغير واضيف حاجه اي مربع من دول ممكن اعمل له تفصيلات واخد بالك يبقى عملنا بروجكت نتورك بعد كده هنخش معاك في بروجكت استيميشن اوف تايم اند ريسورس بعد كده بوضحكم مره ثانيه انا لما بتعامل معاكم بتعامل معاك انك بتقدم مشروع هو مش مشروع محترفين لو مشروع محترفين هقلبك اول خمس ثواني ما تحطش بالك ان انا داخل بتعامل معاك محترف اوكي طب ليه ايوه ما هو اي واحد عشان يبقى محترف لازم يشتغل هاوي يعني هاوي شويه واتمرن كام مره هيبقى محترف كويس. لو جينا في اول دقيقه بقى حتى اقول لك هي مش عارف ايه لكن في نفس الوقت لازم الكلام واضح. تعالى بص للورق ده. عندكم رقم سلايد اطبعها. كبرها حطها في مكتبك. اذا كنت شغال مشروعات. اذا كنت بتشتغل في اداره مشروعات اطبعها حطها وراك وخلي دي البايبل بتاعك. دليلك. اللي وراها ايه هنا؟ الجولز هنعمل مزرعه سمك ايه الجولز بتاعتي انتاج لا انتاج كذا طن بوري وكذا طن قاروص انت
طبعا زي ما تعرفوا الاسكندرانية زحلات القاموس مالح والبوني مالح وكده وكده والبلطي الحزب بس. وهنت كذا طن قروش وهنعمل كذا طن جمبري وهنطلع وعندي هنعمل وحدة لإعداد العلف. هو السبب ده مش هياكل؟ علف اه طبعا. فلك هو ايه مشكلة البلطي؟ العلف بيوكلوه روس الفراخ اه ده ببلاش ببلاش يعني ساعتها ما بتشكله وانا كمان بالرغم بحبه يعني لكن ما بقولش لا بس ساعتها ما يتعرفش. حضرتك بقى هنعمل مصنع علف عن ثلاجات هنعمل كل ستور شوية حق. انا بطلع 20 طن يبقى انا عايز اعمل ثلاجه شكلها ايه؟ ما انتم تحسب شويه بلاش مش صح قوي بس عندك فكره ان في ثلاجه لها كباسيتي مش كده؟ هي عندي اربع عربيات نقل هفتح مركزين توزيع او سته او 66 لازم عندي بكشن ده يبقى ده بعد كده هيبقى بعد كده ده السكوب ورك بتاعك ايه؟ انشاء الثلاجات اي حته اللي فيها خبره بتاعتك. بعد ده هيجي وراي شغلك يشمل ايه؟ لا الاونر هيديني كنت بتكلم عشان هو هيديني الارض وهيديني مبنى اللي احط فيه الاجهزه اللي احط فيه الثلاجه. انا هعمل العزل انا هعمل الابواب انا هعمل سيفتي سيستم بتاع كل الثلاجات زي الفيلم بتاع زمان لما تقفل عليك تعرف تفتحها من جوه. على فكره تعرفوا الثلاجه اللي في بيتكم لو عندكم الثلاجه بتاعه جدك كان زمان يبقى فيه لاتش يقفل لما سكها يقفل كل الثلاجات دي تشبه القانون تقفل بالمغناطيس. عارف ليه؟ عشان لو عيل اتحبس جوه او كلب او اي حاجه يعرف يطلع لوحده. ماتوا. في فيلم بتاع كان فيه فريد شوقي وزكي رستم. ايوه طبعا المهندس ميكانيكا طبعا طبعا كان الموز يتساوى بالاسيتون. الموز لما يتقطع يبقى اخضر. قبل ما ينزلوا السوق يحطوا اسيتون. سليم غاز سليم يعني. عارفين غاز على اللحام ده؟ عشان الموز يستوي. ما عادش كنت تعرفوا ان الموز الراس بتاعته بتطلع الغاز ده. لو لما يجوا يستوردوا موز لو تشتري موز مستورد تلاقي ما فيش حته راس فيه. لانك لو سبت الراس هي بتطلع اسيتون تخلي الموز يستوي. طبيعي. عشان كده بيقول لك اكمره. نعم. عشان كده بيقول لك اكمره او حطه في حته. لا ما انت شلته لو شلت الحته دي ما يستويش بسرعه. اللي هم بقى في الثلاجه جايبوا اخضر زي اللي بتلاقيه كده بيحطوا في الثلاجه قبل ما ينزلوا السوق بيديله اسيتون فيسويه. لكن طبعا اي مهندس ميكانيك اي مهندس ميكانيك عشان الباب ده بيقفل ايه المجانين ايه الهبل دول؟ يعني مفيش حاجه كده خالص مفيش حاجه كده خالص. ده خزنه البنك فيها سيفتي سيستم خزنه البنك فيها لايف سيفنج سيستم اي خزنه بنك يعني لو دخلت الخزنه الباب اتقفل عليك مش هيتفتح فجوه فيها مصدر للاكسجين وفيها شويه يعني شويه ميه وبتاع بحيث انك انت تقدر تستغيث يعني. المهم تاني خطوه عندنا ايه؟ وبعدين ليست الجولز هدفك ايه؟ الانتاج المشروع ده انتاج كذا 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 واخد بالك؟ الاوبجيكتيفز اخلص 6 اشهر ده جول محدد جدا. الاوبجيكتيف بتاعي نيتي نفسي معايا اللي وراها ديترمن بريمينري ريسورس. لما هخش بقى على مايكروسوفت بروجكت ايه الريسورس اللي محتاجها؟ بقى تقول له عندي عمال وعربيات وكذا وكذا وفلوس. طبعا واحده من اهم الريسورس المشروعات الفلوس. اكيد طبعا. طبعا ده ميجر ريسورس. لو ما فيش فلوس مفيش شغل. وبعد كده؟ الاسامشنز والريشنز بتاعتك بقى الاسامشنز انت حاططها انا قصدي كذا ما قصديش كذا بس الموضوع والريسك. نطلع من ده بايه؟ تعالى في الاخر خالص ايه؟ بروجكت اوفر فيو. بروجكت اوفر فيو. الكلمات مكان بعضها البروجكت اوفر فيو اللي هو الوصف العام للمشروع وبيجي في الاول خالص البروجكت اوفر فيو مش ديسكريبشن. خد اللي بعدها بلان. دكتور معلش بعد اذنك هو البروجكت فيو هنا هو البروجكت الشارتر انه لا الشارتر العنوان المعنى متغير الشارتر في السوفت وير اللي معاك يعني في ديتيلز كتير الشارتر يعني على العموم زي ما قلت لحضرتك كنت محرص قوي البرو السوفت وير اللي هتبص فيه ده هو بي ام بي بي ده في الحقيقه معمول على مستويين معمول لمتابعه مشروع صغير قصدي بقى بالصغير بيفتح ذخيره يعني مشروع صغير بمعنى ينفع في مشروع ما ينفعش صغير قوي يعني حاجه
واحد اصحى هفتح دكان دخخني مشروع ايه ده؟ هو في مشروع اصلا يعني معمول لمشروع صغير بمعنى لحد مشروع عملاق لحد ممكن تعمل لها مشروع تمشي امينه لكن مشروع صغير معقول فهو ينفع هلأ. طبعا لما تيجي تستخدم السوفت وير ده اللي ما يخصكش ما يخصوش ماشي؟ وده تحبص عليه بقى. وبعد كده عندي ايه time and resource time and cost في بروجكتس اللي بتبقى ديليفر من ضمن البروجكت دوكيمنت اسمه بروجكت شارجر يعني هو التسميات بتفرق من حاجه لحاجه لحاجه ثانيه. بص عدت كده دلوقتي بروجكت ايه دلوقتي استيميت تايم اند كوست كوست بصفتها ريسورس ها وبعدين سيكونس بروجكت يعني ايه نتورك نتورك وبعدين ايه الاوت بتاع ده دبليو بي اس دول مرحله التخطيط لموضوع الكرسي بتاعك تعالى بقى المرحله الجايه مرحله التنفيذ اول حاجه اورجنايز لما بنعين مدير مشروع شغلته الرئيسه ايه اورجنايز مثال المشروع التقليدي اللي بقوله في حصتي مخرج السينما المشروع ايه انتاج فيلم سينما مين بقى مين المدير المخرج ده اول حاجه يعملها يجيب مين هيبقى مدير تصوير مين مدير مين ريجيسير مين مش عارف مدير ايه مين بتاع اكسسوار الى اخره ده بيبقى الكونتنت وبعد كده بيعمل لهم اورجنايزيشن ستراكشر هو معاهم مساعدين يبقى هو مسؤول عن ده والمساعد الفلاني مسؤول عن ده المساعد الفلاني مسؤول عن ده في خط بالهيكل التنظيميه الهيكل التنظيمي المثالي ثلاث مستويات في حاجه اسمها اورجانيزيشن شارت بتوع الاتش ار يمكن حد الاستوك يعطيها لكم لا ما عطاهالكمش اول مستوى اسمه مستوى استراتيجيك بليز اكتب استراتيجيك كده جنبها بالبلدي نعمل ايه اول ما تلاقي استراتيجي معناها ايه نعمل ايه عايزين نعمل ايه المستوى الذي يليه تكتيكال نعمله ازاي المستوى اللي بعديه ننفذه اوبريشنال يبقى المستوى الاول ايه نعمل ايه وبعدين ايه نعمله ازاي وبعدين ايه لا اسمه اوبريشن دول كام مستوى ثلاثه ممكن يبقى أربعة عادة الأوبريشن يتعمل مستويين مستوى إشرافي ومستوى تنفيذي يعني مستوى عمال ومستوى مشرفين عليه يبقى كده بقى كام؟ أربعة ممكن إن المستوى الأوسط وتكتيكال يبقى نفس الحكاية اتنين يبقى كام دلوقتي؟ خمسة ده آخر حاجة لو كان عندك هيكل تنظيمي بقى ستة كتير قوي سبعة مجنون ما ينفعش فاول حاجه بنعملها لما نجيب مدير مشروع يعمل اورجانيزيشن هو ريبورتس تو هوم مدير تخطيط يعمل ريبورت لمين لمسائل الفايس بريزيدنت بتاع التخطيط او الى اخره اول حاجه اورجانيز شوف بقى بعد ما يعمل اورجانيز نعمل جوب ديسكريبشن كل واحد من هو كل واحد حطيته هو ده يعمل ايه job description طيب عشان يعمل ده ايه المطلوب فيه يكون بيعرف ايه الله ينور عليك وهديله ايه benefits هديله فلوس هديله عربيه هديله سكرتيره هديله whatsoever يبقى عرفته who reports to whom who يعمل ايه ومواصفاته ايه هياخد ايه سهله ده الاساين باكج ده اصايد بروجكت باكج ديت لما تيجي بقى تقول ايه بقى خلاص دلوقتي احنا عرفنا اللي هنجيب واحد بتاع اي تي يعمل كذا 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 وهديله كذا 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 وهيريبورت ده هنقصايد بقى هنقول المحلاوي هيعمل الشغله دي يبقى هنا اصايد المحلاوي للشغله دي معايا فيبقى هنا اصايد ورك باكج فالمحلاوي قبل هو اول حاجه هيتشد مواصفاته هي المواصفات الموجوده هو هيعمل الشغل ده قصاد الباكج دي معايا
ده باختصار المفهوم بتاع الاتش ار اللي ما حدش بيقوله. الاتش ار طبعا المفهوم بتاع الاتش ار اللي هم المفروض يعملوا حاجه اسمها كارير تراك او كارير باث. انت لو جيت عينت بعد 5 سنين هتبقى فين؟ السؤال التقليدي بتاعكم اللي ملوش معنى بعد ذلك ولا حاجه هنا على كل اذا كان الشركه ده انت مش عارفه كيف نفسك في التربة. يعني طبعا الأسئلة اللي هي فرغت من معناها ده. في واحد اسمه أحمد مش عارف مرة برنامج اسمه بلاتو. أيوة. مش عارف اسمه أحمد إيه. أحمد أمين. أو في هو الظاهر خريج هو زي حالاتي واللي حبيبي جامد جدا على الاتش ار دول. أنا الحقيقة طبعا هنا في الأكاديمية ما يتقوش كالإتش إلا بس الوحيد اللي ممكن تبني هذا القطة شاطر. الباقيين ما يتقنوش لان مفيش اجتماع ما رسمتش عليهم. استاذهم التلامذه مرات ايه حاجه غريبه ان اساتذتهم الاثنين كويسين علي السلمي واحمد صقر عاشور. ازاي ما طلعوش جيل وراهم يعكس مستواه؟ بقول لهم يعني بقول للدكتور علي السلمي الله يديله الصحه واحمد يا عم اتعلمت دول ازاي؟ ما بيعرفوش خالص. دول حافظوا كتاب ما يعرفوش خالص. انا بقول لهم ايه؟ اروح اقول لهم بقى هم يعني لو قلت لهم كويس قوي اللي هي الفتره احنا غير غدر قط وهي عصبيه زي كده دي حاجه كويس قوي. اوكي وبعد كده بروج ستيل كده الخطوه اللي وراها بعد كده يطلع منه كده بعد كده عندك اللي وراها ايه؟ كنترول انك هو دلوقتي الفايف فيزز دول كانوا صاروا أربعة. ما فيش حاجات بتطبق مع بعضها يعني اوفقوا مع بعض. نختصر كده ان اوفقوا مع بعض. الاثنين بيشتغلوا بيكتبوا حاجه يعني الكونسبت العام هو لكن ده كاتب لوحده وده كاتب لوحده. انا سميتها اوفر فيو وهو سماها اوبجكتيف او العكس. سوري انا سميتها باك جراوند انفورميشن وهو سماها اوفر فيو. ما بين هي دي بس هو ده اختفروا الافراد يعني واخد بالك الفروق بتاعت الافراد مفيش حاجه في الدنيا متطابقه يعني. ده بقى هنا هو كنترول الاوت بتاعها فاريشن ريبورت. يعني ايه فاريشن ريبورت؟ اي مشروع انت بتعمل له بلاننج البلاننج ده عمل بشري ولا عمل الهي؟ جميل يعني معناها البلان ده لما تيجي تنفذه لو طلع واحد جه قال لك مره انا نفذت المشروع طلع زي ما انا خططته بالظبط ده اوعى تكلمه ده مكانه فوق ده اله. طب بيحصل بقى ايه؟ ديفيشن. ليه بيحصل ديفيشن؟ طبيعي ان نصلح اللي فات ونصلح اللي جاي ونظبط الخطه ده اللي هو موجود عندك. اخر حاجه اصعب مرحله كلوز. اصعب مرحله كلوز طبعا الزبون ما ياخدش منك. وعشان كده دايما اقول له ابتدي اقفل المشروع قبل ما تبتديه. كل ما تعمل حاجه تروح للزبون والاستشاري بتاعك بطيء. لما كلمتكم اول حصه الفرق بين المدني والجنائي؟ المدني والجنائي الجنائي مقر في وجدان المحكمه. نفترض ده القاضي سمعني وسمعك وسمع ده اهدر كل كلامنا وقر في وجدانه شيء اخر وخد بيه حكم. وعشان كده ساعات كتير منكم ناس يستغربوا الله ده اللي اتهم ده كان ياخد براءه خد اعدام. اوعى تعقب عشان تعقب جيب الحاسيات. لما بيعمل بعد القاضي ما بيصدر حكم في الجنائي يوجد في المحكمه بعدها باسبوعين ورق في جريمه سرقه بالاكراه الورق ده 40 صفحه على الاقل. جريمه بقى اعدام 203 صفحه مكتوبين بخط اليد. مكتوب ايه؟ بخط ايده وماضي عند اي كلمه تصحيح. عايز بقى تعرف هو حكم ليه كده؟ طب الحكم بتاعه ده الحيثيات دي بيحصل فيها ايه؟ بالذات في الاعدام والحاجات القاضي الكبيره. في حاجه اسمها التفتيش القضائي. بيجيب الحاسيات دي راح لو لقى انه مخرف بيعرضه على لجنه الصلاحيه ويرفضه. بيترفض قضاء؟ نفسي الجامعه يتعامل فيها كده كتير. بس طبعا في بعض المهن تشهر بالجريمه لا تشهر بالمجرم. ليه ما ينشروش يقول لك احنا رفضنا القضاء؟ ما ينفعش. عندنا احنا في الجامعه برضو نفس الحكايه. في الجامعه يتعامل مجلس تقديم سري خالص ما حدش يعرف والعقوبه ما حدش يعرفها. لانك انت لو قلت عملنا كذا ده تهز النظام الامثله دي تهز. هتيجي تقول لي ده في فساد. ايوه طبعا. حضرتك شوف جسمك قد ايه؟ كل ده في ضرسك ضرس واحد قد كده وجعك
يحصل ايه؟ تنسى كل جسمك وتفتكر الدرس. في فساد بس هم قليلين، لكن اثر بتاعهم عنيف جدا. يعني المصريين مش ناس كلها كلها كويسه، لكن طبعا اقول لك كل يوم يشوف رئيس حي مرتشي، رئيس حي مرتشي، رئيس حي مرتشي. انت اوتوماتيك لو رحت اي حي هو فين المرتشي اللي هنا؟ يعني رئيس حي مش مثلا عالي قوي، لكن استاذ جامعه مدرس بابا عموما. طيب فقي او قسيس اثره جامد، يعني شيخ او قسيس. طيب قاضي، لكن القضاء بيترفد بينهم كميات. طب ازاي يترفدوا بقى؟ هو حاط حيثيات. التفتيش القضائي ما بيراجعوش كل الحيثيات، بيراجعوا الحيثيات بتاعت حاجات مهمه يعني. لو لقى الحيثيات دي عك وناصب الفاعل ورفع المرفوع البتاع ده ومش عارف العطف يبقى شكله ايه ومش عارف الفرق بين الكرايه والتشبيه، هيحاولوا لجنه صلاحيه. ده فين؟ في كل الكلام ده فين؟ في الجنائي. نيجي المدني. المدني مفيش كده خالص. المدني العقد شريعه المتعاقدين. اثنين مفيش قرة في وجدان المحكمه. البينه على من ادعى واليمين على من انكر. انا ادعيت عليه، قلت هو انا قلت له كذا كذا كذا، هو ما صحش الكلام. القاضي يسالني انا، اكتب بينتك في دليل في قرينه. طبعا من ضمن الادله شهاده الشهود او الاوراق او كذا، في قرينه. ما هو عمل كذا يا باشا، ده يدل على انه سمع. اسمها ايه؟ قرينه مش دليل. ها هيقول لي عندك مسلات؟ لا والله. طيب احلف انه ما عادش. البينه على من ادعى واليمين على مين؟ على من انكر. قال لا والله ما عملت. القاضي بقى عارف تماما ان انا صادق وهو كذاب، اتصرف انا بره وبعيد يعني اللي هو الثاني، واخد بالك؟ القاضي هيعمل ايه؟ طبطب عليا يقول لي والله انا عارف انك لك حق، بس انت ما عندكش ورقه وما عندكش حاجه، معلش يا عم. هو ما عنديش حاجه. في المدني بقى انت بتسلم مشروع، مفيش طريقه غير انك انت عندك ايه؟ ورق، ما عندكش. اللي بنصح بيه بقول له من يوم ما تشتغل في المشروع كل خطوه تعملها توثقها وتخلي الاونر او مندوبه يوافق عليها. لانك في الاخر خالص لو ما استلمش والمشروع زاد مدته، عندك شغله، افتكر الكلام ده، عندك شغله هتكسب 100,000 جنيه مدتها 3 اشهر. جميل قوي. نفس الشغله نفس ال 100,000 جنيه بس مدتها سنتين. ما تنفعش. صح ولا غلط؟ فاهمني؟ فانت لو ما عملتش اللي بقول لك عليه، في مشروع بتقعد بالسنين عشان تستلم. وخد بالك حاجز لك الدفعه المؤخره وحاجز لك الضمانات. ده كده الورقه ديت لو جينا فتحنا هنا كده بقى، دي اول واحده ايه؟ الشيشه كله شارتر. حط حاجات كتير قوي. اي واحده من دول لو تعملها سيفنج هتسيبها على على الديسك توب او اي مكان وورد، تقدر تعبيها. الشيء اللي مش عاجبك اتفرج عليه. طبعا ده معمول لمشروعات كبيره جدا او متوسط او معقوله يعني، فحضرتك جزء منها هتعبيه على العموم. وانس انك عملت مشروعك على هذا بقيت عارف ازاي يستخدم. فلو جالك مشروع بحقيقي هيبقى الخطوه الثانيه اسهل. بالاضافه لكده التمبلت بتاعي هنجيب التمبل ده كده وهنفتح اللي وراها. بروجكت لايف سايكل ولا لا؟ هنقعد ايه بقى تاني؟ تكنيكس اكزامبلز. اكزامبلز كل تمبل فوق هو معبي واحد تحت. طبعا بالتفصيل الممل. يعني كل تمبل هتلاقي فيه واحده متعبيه، فلو عايز فور يور اون تطبع التمبل وتطبع هو معبيها ازاي وتبص عليهم وتاخد افكار ماشي. بعد كده تكنيكس اللي انا بقولته قلت اللي اقدر عليه، لان انا احنا هدرسكم اكتر من ماده غالبا، فانا قلت اللي اقدر عليه الحقيقه، لكن عشان اقول كل التفصيلات عايز وقت طويل جدا. فهنا في التكنيكس كل حاجه الاساليب المتبعه فيها. فمثلا ننزل
كيف كان معلم عليها؟ نشر بروجكت سكوب. بروجكت سكوب؟ اه. احنا قلنا سكوب وورك صايب مهمه جدا. فانت ازاي تحدد سكوب وورك بتاعك؟ معايا؟ بقينا حاطط تكنيكس كل واحده من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، ايه التكنيكس اللي ممكن تفيدك؟ بعضهم هيبقى له علاقه بمشروعك اللي هتقدمه وبعضهم لا. معايا؟ وانسوفه. طب ما نشوف الوقت ده اول حاجه. ماشي. طب ماشي. حاضر. افتح واحد. ليه السكوب؟ هاي ليفل سكوب. هاي ليفل سكوب. وسهل. بص يا سيدي. الاوبجيكتيف والسكوب، الاوبجيكتيف بتاعت المشروع مع السكوب. طبعا الكلام ده تقراه فيري انترستنج. طبعا خد بالك انت اول مره تعمل مشروع، اول مره بتبقى الحكايه سهله، بعدها بتلاقي الحكايه سهله بكتير، يعني بتبقى اسهل بكتير. اول مره طبعا صعبه. نو بين نو جين. ما فيش حاجه بتبقى سهله. ماري انطوانيت. التعليم بايظ نصلحه. ندي مدرسين فلوس. نعمل مدارس جديده. يا سلام. اعملها والله ما هيتصلح. الزباله في الشارع نلمها. حاضر. كانت فايت عليا ديت. هي فعلا الحقيقه لم الزباله كانت فايت عليا مش واخد بالي منها. اي مشكله معقده حلها ايه؟ حلها معقد. تبسيط ده خطر. لازم تيجي تعرض المشاكل. طبعا فرق كبير جدا. طبعا كل قناه التلفزيون عندنا لا تصل. على الاقل شفته يعني. من زمان حابب اشوف التلفزيون، بشوف نشره الاخبار، برنامج العباقره، نشره جيوغرافي. هو الفيديو عندي مظبوط على نشر جيوغرافي. يعني كلام رفيق. كلام بقى بتاع التوك شوز والكلام ده اعتقد في المرحله ديت يعني ده شيء يعني مقزز حقيقه. مقزز مقزز على الكلام يعني. الله بقى حلقه نادره. كان في حلقه لواحد بحبه اسمه احمد مكي مع واحده ما بحبهاش اسمها منى الشاذلي. فانا بحب احمد مكي لانه نموذج الحقيقه للذكاء. اللي هو عنده قدره على الابداع. افتكروا كان في الشخصية الكبير هذا الأوم وجوني هو مبدع الشخصيات دي. ايوه وكان له كام فيلم كده قليلين كنت شفتهم يعني في البيت سمير ابو عنده قدره انه يبدع حاجات جديده الحقيقه. فكنت الحقيقه عايز اعرف الراجل ده والحقيقه شفته الحلقه راجل محترم جدا مخرج اصلا راجل على فكره بيلق وبتاع الفطير اخراجه ما دول بشوفهم ليه؟ قبل الاخبار ما انت بتتفرج على الاخبار عارف اللي الاعلام بتاع بيلق النجار وعارف بتاع الكوتير والراجل البكوجي هو هو مخرج بتاع الحلقه هو مخرج البرامج فعلا يعني الاعلانات متميزه جدا يعني بالك وحتى اللي نلاقيهم يعني الواد بتاع الكوتير شكله في التطبيق الواد النجار شكله نجار يعني ايوه ده نجار الواد السميد ده اللي هو عمل الواد البكوجي اللي هو بس مسح الازاز نشر الاخبار بيجي وراه الاعلانات دي فطبعا الحقيقه بشوف رشه الاخبار بشوف رشه الجيوغرافي ساعات بقى حد زي كده يقول لي شفت البرنامج ده فاجيبه على اليوتيوب اتفرج عليه. لكن الحقيقه البرامج بتاعت التوك شوز وارائهم المهببه والخبراء الاقتصاديين والعسكريين والامنيين اسوء ما موجود. ده ساعات بيحاولوا يجودوا ويعقوا اكتر. ده هو مش هو مش فاهم بيقول ايه؟ بيحاول يجود ده اثره فيري نيجاتيف. اثره اللي هو الطريقه اللي انا عايز ارحب اقولها لحد يعني اسهل له العمليه الطريقه منفره وتخلي حتى اللي زي حالاتي يزرجل. يعني ما هو الكلام اللي بيقوله ده كلام فارغ، خبير امني، خبير استراتيجي، خبير اقتصادي كله ما ينفعوش. خالص. بل ان هم خطرين. بص دايما يقول لك ايه؟ خبير سياسي كان نائب وزير الخارجيه من 15 سنه بعد اذنك. كله سابق. صح؟ امني سابق. الراجل ده من سنه ساب الخدمه من 10 سنين. احنا قلنا عندنا داتا تتحلل تدي ايه؟ انفورميشن تحط عليها خبره تدي ايه؟ نولج. طب الراجل ده ساب من 10 12 سنه عنده داتا منين؟ من اصله يعني الداتا اللي عنده جابها منين؟ وعلى فكره انا ما رضيت عليك تقول لي كده قلت لك عندي حاجات مش عندك. ف عندي داتا ما ينفعش اقولها الحقيقه. ساعات بقول منها بس بقولها مشوهه. يعني ما بقولهاش مظبوطه قوي يعني. واخد بالك؟ يعني بتاعت الجيش وبتاعت الحقيقيه. للامانه. لا بعد ما عملت السيستم
كنا عايزين نجربه اتلسف الاحرار يعني. فكان نضرب خمس اهداف. فالواحد فواحد بالظبط بقول قال لي صرفوا 13000 دولار. قلت له هعمل لك ايه يعني؟ هجربه ازاي يعني؟ يعني افتكر. بعدها بكام يوم لقيت الاهرام طلع الطيران ضرب في ليبيا خمس اهداف. كلمت الراجل ده قلت له انتوا بتحاربوا من ورايا؟ هو اتعاوب يعني اللي عملوه خدوا كلامي بس عملوا مفيد. انا خلاص هنعمل خمس اهداف تطلع تشغل البرنامج الموجود الماتماتكس الموجوده وجابهم يبقى الماتماتكس صح. فجابهم بس بقى خلاص ده قديم قوي بقى. في حاجات اجدد كتير. لا 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 في حاجات اجدد كتير قوي. في تكنيكس اجدد كتير قوي. واخد بالك؟ طبعا برضو كل مره بقول حاجه جديده في الراجل الطيب ده وساعات الراجل الطيب ده بيكتبه. في حاجه في الرياضه في حاجه اسمها جراف ثيوري. في حاجه جراف ثيوري. وفي حاجه اسمها ثيوري اوف نمبرز. في حاجه اسمها فراكتال ماثماتكس. وفي رياضه اللي شغال فيها دلوقتي اسمها كايوس ماثماتكس. كايوس يعني فوضى. فراكتال يعني حته صغيره. انت عارفين خان اكاديمي؟ اه ايوه خش عليه اتعلم منه اي حاجه. انا اتعلم فراكتال. فراكتال يعني باختصار انك عنصر صغير بيتكرر يبقى بعمله شكل كبير زي النواة عبارة عن نواة وحواليها الكترونات. طب والنظام الشمسي والمجرة يعني نفس النظام هو بيتكرر ده فراكتال. يبقى العنصر الأساسي حاجة بيلف حواليها حاجة تانية دي بتتكرر كتير قوي ده فراكتال ماثماتكس. دي شغل كتير قوي. أنا شغال حاليا كايوس ماثماتكس. كايوس هي رياضة الفوضى. يعني إيه رياضة الفوضى؟ مفيش حاجة. الرياضة أصلا بتدور على سيستم على منظومة. دخان سجاير بيتحرك كده. إذا كايوس أوصفه. في فيلم بتاع نعم بيوتيفول مايند ده جون ناش. لا ما دخلتش حاجة جايز نوبل. هو ده كان شغال في الجيم ثيوري. شغال في الجيم ثيوري. فكايوس ماثماتكس يعني هو نفس الجنان اه. بس على الحمام ده ياكل ازاي؟ بس الجنان نوع جنان بقول لك بتدور عليه. فكايوس ماثماتكس دي لقيتها ايه بقى؟ أي هاف ثيوري. أي هاف ثيوري. انه اي حاجة في الحياة ثورة حرب الى اخره بغض النظر عن هي اسبابها ايه الحقيقية كانت هتحصل. يعني لو الحرب العالمية الاولى الواد الصربي ما اكلش الصدق ولي عهد النمسا كانت هتقوم الحرب العالمية الاولى. ليه؟ لان هي تفاعلات سيستم اجتماعي وثقافي. يعني تعرف الحرب العالمية الاولى كان السيكمان بروبلم ان الدولة بتاع تركيا او الخلافة الاسلامية ضعفت وبقت مشكله. وخد بالك كانت محتله روس النمسا والبانيا وصربيا فكان الحقيقه اللي هي ضعفت والجانب الثاني قوى فكانت لازم هيحصل حرب عالميه. فانا عندي ثيوري اذا كايوس. عندي ثيوري ان اي حاجه حصلت اذا ثيوري. ثيوري يعني ايه؟ نظريه. لو ما تثبت النظريه دي يبقى كويس بس ثيوري. لو اتكررت بقى كتير متواتره تبقى حقيقه. فعندي ثيوري الحقيقه انه اي حاجه حصلت كان لازم هتحصل. كان لازم هتحصل مش من الوعد الديني مش عشان امر الهي. طيب الكلام ده ما بتمشي مع ان ده امر الهي ربنا عايز كده. بس انا هو ايه التناقض دايما بين العلم والدين؟ في تناقض. الا بقى من رحم ربي. العلم ما يعترفش باي حاجه الا اثبات. الدين في حاجات لازم تاخدها كده. حد شاف الاخره؟ لا انكرتها. مش هقول كافر الحقيقه. يبقى معناها خرجت من المله. يعني مش حتى كفر بالشيء. كفر بالشيء يعني انكره. واخد بالك؟ فمش هقول كافر لانها كلمه كبيره قوي. هقول ايه؟ خرج من المله. هو مش هالمله دي. راح مله ثانيه يعني. هو حر. خلع رقبه الاسلام. نعم؟ خلع رقبه الاسلام. خلع لا برضه كتير قوي. لا هو خرج عن المله اخف وطن. خرج عن المله اخف وطن. في ملايكه. شفتهم؟ بالنسبه للعلم ما تسمعش. لكن هقول لك حاجه غريبه قوي. من اربع خمس سنين طلع هابل. هابل مسبار اسمه هابل. ففي الاخر خالص لقوا نورمال ماتر. نورمال ماتر اللي هي مين بقى؟ سيادتك الكره الارضيه والمجموعه الشمسيه والمجرات والبلاك هولز. دي اسمها نورمال ماتر. طلع ان دول 5% من الكون. طب ال 25% فين بقى؟ طلع في حاجه اسمها دارك ماتر دارك انرجي. الدارك ماتر 25% الدارك انرجي 70%. تطلع ايه الدارك ماتر دي؟ ما نعرفش. تعرفنا عشان الجاذبيه والتوازن لا تبقى موجوده.
طيب انا دلوقتي صدقت الاستاذ محمد قال ان في ماده اسمها دارك ماتر ما نعرفش عنها حاجه بس هي موجوده وربنا قال في ملائكه بالقياس اذا كنت صدقت الملائكه يبقى انا دلوقتي صدقت بقى عندي ايفيدنس يعني هنا بقى عندي ايفيدنس طبعا طول عمري كنت اقول لزوجتي حسد ايه وباب ايه والالمان عندهم حسد ما كل حاجه يقول حسد طلعت انا غلطان طب هو الحسد ايه دارك انرجي انرجي طب اذا كنت صدقت ان في 70% دارك انرجي يعني بالعقل كده كان عايز اصدق ان في حسد مش كده ولا ايه بقى في ايفيدنس فالتناقض دايما الحقيقه احسن حاجه هو كل ما فيش اثبات مش معناها انها مش موجوده يعني لو في حاجه ولا اثبات مش معناها انها مش موجوده فعندك الحل الوحيد اذا كنت شغال في العلم خلي العلم لوحده وخلي الدين لوحده اوكي يعني افصلوا عن بعض خالص خلي العلم لوحده لو جت حاجه علميه تثبت لا 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 اوعك 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 لا تثبت ولا ما تثبتش لان انا ممكن الراجل اللي اسمه نجار بهدلت حته في الكليه اوعك العلم ده بتاع بني ادمين قانون نيوتن يا ابني قعد 200 سنه ده اينشتاين هاته اينشتاين من 1905 موجود مع هابل اتهت اوعك يمكن بعد 3000 سنه 30000 سنه 3 مليون سنه لا لكن هو الحقيقه اذا كنت عايز تشتغل في العلم من فضلك لما تشتغل في العلم لو انت عشان خاطر وعايزك الديني قلت ما ده الجزء الديني ده ماشي يعني ده لك اليمين لك يعني ده احساسك الشخصي لكن ما تقولوش كستيتمنت الناس تستخدمها لان الحقيقه يتغير ونص يا عم ده البشريه قعدت لحد 1600 1700 تقول ان الارض اتبططت وان الارض مركز الكون من يوم ما بداوا في الحياه لحد 1700 بعدها جاء جاليليو يهد ده كله هتقولي ده هيتهد؟ اه يتهد ونص ده عمل بشري العمل البشري مهما عمله اي عمل بشري ناقص اي عمل بشري يا جماعه ناقص مفيش عمل بشري كامل فهو هي فالتناقض ده الحقيقه تشيله فده كنت فعلا شغال كيس فعايز اقول ان حوادث الميجور اللي حصلت في الكون بمعادلات رياضه كناس بس انا بعمل سيستم طب ايه العوامل المؤثره؟ طب ازاي نصفها على نموذج رياضي؟ واخد بالك؟ وازاي ان احنا نطلع نتائج ونشوف هي اللي حصل ديفيشن بين النموذج وبالحقيقه ايه؟ طبعا النموذج اللي كتير قوي من النماذج والحاجات دي بتبقى بدائيه جدا وبعدين بيجي الناس اللي وراها مش ينتقدها يمسكه ويضيف عليه مش يقول ده غلط وفق لا فممكن كتير قوي الحاجات بتاعت العلم كده يعني ابتدت بحاجه واتطورت جاء علماء متتابعون وابتدى معانا احنا مش هيمشي ابدا لان اللي ورا لما بيجي يقرا بيبر لما بحك البيبر تعرفين ان عشان حد يترقى لازم يقدم ابحاث تنشر تبعتها للمجله فانا محقق كم مجله لما اجي احك البيبر بكتب ساعات اقول الاتي ان البيبر دي وضعها الحالي ملهاش فايده ولكن قد تفتح المجال لاخرين لمزيد من البحث هي كده ملهاش فايده لكن ممكن لما احطها تلاقي تثير عندك شيء كان مزيد من البحث بس الامانه بتحط مكبر صح هي حاليا ملهاش فايده لكن انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يضاف عليها يعني تعمل بحث يستفيد منه قد تحفز الاخرين ده الفرق بتاع العلم طب دلوقتي عشان فتح عندنا وقت كتير الساعه 12 بالثانيه هتفتح ماشي اتفضل ده تعالى بقى ماشي دكتور هنكمل بقى السي في والكليت ده